قوة الإرادة والصبر هي أكثر الصفات اللي لازم يتحلى فيها الشخص اللي حابب يوصل لهدفه ويسوي تغيير أو تحويل في حياته. اليوم معانا ضيفتنا في الاستوديو هي مثال لشخص اتحلى بهذه الصفات وقدر يسوي هذا التغيير في حياته. نادين شبلي، انت معانا اليوم في الاستوديو، قدرتي تسوي تغيير كبير في حياتك. شكرا اول شيء لوجودك معانا، وحابين اول شيء نهنيكي انك فعلا قدرتي تسوي هذا التغيير. انت نزلتي 28 كيلو من غير عمليات ولا شيء. اول شيء برافو، يعني فعلا برافو عليكي. انت قلتيها طبيعي من غير عمليه، لانه في كثير عالم ما بتصدق انه قد ما صار هلا كل العالم تركض على الكويك فيكس مثل ما بنسميها. سو بعض لهلا في ناس بضلهم كل يوم بيسالوني نفس الاشخاص انه مأكده ما عملتي عمليه انه مأكده. صح. ولي 3 سنين انا. ما شاء الله، حلو. طيب خلينا نرجع لاول خطوه، لانه دائما اول خطوه هي اصعب خطوه. فايش اللي خلاكي تعملي هذه الخطوه وتتخذي القرار؟ قطعت بمراحل كتير توصلت للنهار اللي قررت انه خلص هيدا نهار انا ما بقى بدي اعمل مثل ما كل هالعالم عم تعمل. انا ما كنت ناصحه بحياتي، وحتى من بعد ما ولدت ضعفت، بس شاءت الظروف انه نحن ننقل على بلد تاني. تركت شغلي مع ولدين صغار، وجوزي كان كتير عم بيسافر. هون بلشت حياتي تتراجع، يمكن ما تقبلتها، وكنت كتير مهووسة بولادي. كويس انك قلتي هذا الشيء، لانه كتير من الامهات برضو بيقعوا بنفس الظرف هذا، انهم يعني من غير ما يحسوا بيبداوا يصيروا فعلا يصير عندهم نوع من الهوس. تبدا الام تبغى تسوي كل شيء بنفسها، واحيانا يكون تقريبا مستحيل او مره صعب على الام انها تعمل كل شيء بنفسها، فيبدا هنا حاله الام نفسها يعني تبدا شويه انها تتعب او تدهور، يعني بتبطل تهتم بحالها اول شيء. وانا بقول يعني ما فيك انت تهتمي بغيرك اذا انت ما عم تهتمي بحالك. مزبوط. فمشان هيك انا وقت بلشت اكتب يومياتي باللي قطعت فيه قلت لا لازم شارك، لانه في كتير عالم، في كتير امهات بيقطعوا فيها وما يحسوا انه هن لحالهم. مزبوط، في كتير سيدات وامهات بالضبط في نفس مكانك وبالضبط في نفس موقفك، واكيد كان هذا تشجيع ليهم. فاتخذتي هذه اول خطوه، ايش اللي عملتيه؟ او تقدري تقولي لنا مثلا، تاخذينا شويه خطوه بخطوه، كيف كانت بداياتك؟ انا بلشت بال 2016 The New Healthy Lifestyle، بس ما كذب عليك انا جربت كثير، يعني من 8 سنين ضليت جرب اضعف. ليه؟ لانه زاد وزني، صار يبين انه انا عندي مشاكل بسلسله ظهري، بظهري وبركبي. كل ما اروح عند دكتور العظم قال لي نادين لازم تضعفي ولازم تقوي عضلاتك، بس تقلك للصراحه انا ما كنت مبسوطه. فحسيتي انه اصلا هذه المرحله كانت يعني مو مؤثره عليكي بس صحيا، كمان نفسيا. هي ايموشنال، انا قطعت بشيء اسمه ايموشنال ايتينج والمنتل هيلث، يعني كنت بمايلد ديبرشن. انا ما كنت عارفه انه انا عندي اياها، لانه بتعرفي نحن هون كثير بنسكر على هذا الموضوع، ما بنحكي فيه. بعض الاحيان اصلا الشخص ما يكون ملاحظ نفسه او ما يكون مستوعب انه هو فعلا داخل في مرحله احباط او اكتئاب. شو يعني؟ نادين، انت كان عندك شيئين كنت تبغي تتغلبي عليهم، اول شيء زيادة في الوزن، والشيء الثاني اللي هو الإحباط أو الاكتئاب اللي كنت فيه. فإيش عملتي؟ كيف قدرتي تخرجي نفسك من هذه المرحلة؟ إيش كانت أول خطوة؟ بصيفية 2016 نزلت على لبنان، وسقبت كنت عند دكتور حكيم أسنان، بيعرف أنه أنا وصغيرة، انصدم أنه كتير مغير علي. قال لي شو بكي؟ يعني هاي أول مرة حدا بيسألني شو بكي؟ قال لي لك رح ابعتك عن دايتيشن كثير مهضومه. فرحت عملت لي شويه فحوصات، وتبين انه انا عندي الفيسرال فات. الفيسرال فات هو الانترنال الفات الموجود على حوالي الاعضاء، يعني مثل الكبد، مثل المعده، مثل القلب. وخوفتني كثير، ما خفت على حالي اكثر ما انه خفت على اولادي. صح، انه اذا هلا هيك صح. يعني انا بهالعمر ومستلشقة بحياتي، أولادي بعدهم صغار، كيف مزبوط. بعدين خص صيفية رجعنا على دبي، أول نهار وصلت أولادي على المدرسة، بعدني بتذكر يعني
وصلت من تاني طابق عن جد كنت اقدر امشي، ورحت على البيت عن جد نظفت مطبخي كله، يعني كل شيء كنت احب انه to treat myself او to binge on عشية كبيتهم بزبالة لانه هونيك محلهم. ورحت على السوبر ماركت عملت شوبينج، ويعني مثل جددت مطبخي من اول وجديد. وهيك بلشت بالليل، رحت مشيت 10 دقائق، اكيد تعبت لانه يعني اجري ما بقى يحملوني. وهيك حسيت انه اف انه قد ايه الي مش عن جد طالعه وماشيه. بتحسي انه انا وين عايشه؟ شو عامله بحالي وبحياتي؟ اوكي سو نادين، انت يعني اول خطوه بالنسبه لك كانت شلتي الاشياء اللي المفروض ما كانت تكون موجوده من الاساس في المطبخ، وعملتي ماشي 10 دقائق. طيب خدينا بالرحله حقتك، ايوه اللي بعده ايش صار؟ اول شيء انا لحقت الكالوري دايت، يعني كاونتينج كالوريز. نزلت ابلكيشن على تليفوني، بحط كل شيء باكل وبعدل لي الكالوريات بالنهار. سو كانت انت سمثينج اسمه الكالوري ديفيسيت، يعني الواحد اللي بده يضعف لازم ياكل اقل من ما يحرق. وانا صرت نقي الاكل حسب كل شيء بخليني انه ضلي عندي انرجي وشبعانه. طيب انا دائما اقول انه 80% الاكل والباقي الرياضه، فهل توافقي هذا الكلام؟ وكيف كان مشوارك مع النظام الغذائي الصحي والرياضه؟ الاكل هو انا بقول هو الهرم الاساسي بالدايت. انا اول ما بلشت ما كنت ما رحت عملت سبور، ما كنت احب اروح الجيم، كنت اي فيل انتيميديتد، يعني كنت استحي. anyway so اكيد الدايت هو اول شيء. نظموا اكلكم، ما تخلوا حالكم تجوعوا. يعني كنت اكيد ترويقه غدا عشاء، وكانت اعمل بلان لنهاري، يعني اعرف شو بدي اتغدى، ونفس الشيء بالعشاء، ودائما يكون معي سناك اون ذا جو بالساك. أيوه. مثل ناتس، مثل فروتس، كل شيء فيني اخده معي. وكمان كنت اعدهم، كثير مهم انه نعرف شو عم ناكل. في ناس بيقولوا لي كيف انه بضل كيف نضلنا نعد كل الوقت؟ بس العالم ما بتعرف، عشان هيك بقول لهم بس بلشوا تعلموا البيسكس وخلص، يعني بتصيروا انتم بس تطلعوا بالاكل بتعرفوا. صح. وما تجوعوا حالكم. صح، وكثير ناس ما يعرفوا هذا الشيء اللي قلتيه، مره مهم انه الواحد لازم يرتب ويخطط ايش حياكل لطول يومه. يعني كل ما كان الواحد مرتب اكثر كل ما تزبط الاكل اكثر. اكيد. طيب نادين، اكيد في هذه المرحله كان في كثير صعوبات، واكيد كان في اوقات حسيتي نفسك خلاص ماني قادره وتعبانه وابغى اوقف. ايش كان اكثر شيء بيدفعك بيخليكي تستمري؟ اول جمعتين وقتها صرت اشوف حالي انه يعني اكيد في جوع، يعني اكيد في جوع، مش معقول الواحد. طبعا لانه اصلا جسمك كان متعود على شيء ثاني وعلى كميات اكل مختلفه، فكنت ضلي صرت الهي حالي اكثر، لانه انا على البيت عندي مشكله فيه مثل كل العالم. المهم بعد جمعتين وقت هيك حسيت حالي انه ايه فتت يعني فتت بالمود. كنت بوصل انا اولادي يروحوا بالي، فأنا قاعدة، فإجوا الأميات ياخذوا أولادهم، شفتهم عرقانين وهيك. بتعرفي وقت الواحد منه interested ما بتنتبهي. صح. بس أنه خلص كل شيء صار عم انتبه لكل شيء حوالي. شفتهم جايين، سألتهم قلتهم وين عم تعملوا سبور؟ قالوا لي فوق بآخر طابق في indoor cycling studio. حلو. سو طلعت بعد من بعد ما خلصوا الاولاد، طلعت اخذتهم وطلعت سالتهم، قالوا لي نحن هيدا الصف عاملينه للاميات اللي بيحطوا اولادهم بالباليه. تحمست انا، نفضت الغبره عن الثياب السبار تبعولي. ثاني جمعه وصلت الاولاد وطلعت. اكيد يعني انا قلت بدي اجرب، بس هيك انبسطت يعني بالميوزك وهيك بالاجواء وما بعرف، لقيتي نوع الرياضه اللي حمسك وانبسطتي فيه. إيه هلا اكيد ما كنت مرتاحه. ما كنت مبسوطه على البايك. بس بالجو وبس تخلص السبار هون بتحسي انه انت واو احلى احسن. طيب في المرحله هذه حنسوي شوية كده، حنروح على شوية بعدها لما صارت الرياضة خلاص جزء من روتينك، وصار صرت تحب الرياضة
بعدين قررتي انك تبغي تدرسي المجال وتصيري مدربة رياضة، صح؟ مظبوط. طيب حكينا اكثر عن هذا الجزء من حياتك. عم لك بلد وني جربت كثير اشياء، يعني حتى بعد الاندور سايكلينج جربت وصرت احمل ويت، بعد سنه ضعفت كل الوزن. انا الفتنس غيرت لي حياتي، يعني هو كان السبب انه انا طلعت من الحاله. انا قبل ما اعمل بيرسون ترينر عملت شيء اسمه مدربه صحه عامه، هيلث كوتش. واو. كثير تغيرت حياتي. انا بلشت ويت لوس، بس انا تغيرت من جوا قبل من برا. وهو هذا التغيير اللي لازم يتعمل عشان تعرفي انه خلاص اتغيرتي. مزبوط. كل لما الواحد يغير نفسه من جوا ومن برا خلاص تعرفي انه هذا التغيير، التغيير اللي تبغيه وصلتي. نادين، أعطينا نصيحتك لكل المشاهدين اللي بيتفرجونا اليوم ولكل الأمهات بالأخص. أنت قوية وأنت حلوة وأنت بتستحق تعيش حياتك مثل كل العالم حواليك، فاهتم بحالك، أنت أهم شيء فتقدر تعطي العالم.